وقصد مكافحة مرض السمنة في الجزائر وترقية الصحة العمومية، كشف وزير الصحة عبد الحق سيحي عن المخطط الوطني للتغذية السليمة مع إنشاء وحدات للعلاج عبر كامل المستشفيات خلال الأيام القليلة القادمة. سيحي ولدى إشرافه على الملتقى العلمي حول مرض السمنة في الجزائر كشف أن آخر الإحصائيات تشير إلى انتشار البدانة في الجزائر. هذا البرنامج الذي يعتمد على الوقاية وعلى العلاج، في الوقاية سنعتمد في عملنا مع التنسيق مع كل القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة، وزارة التربية، وزارة الفلاحة، وزارة التعليم العالي، لتحديد مخطط وطني للتغذية. فيما يخص العلاج، نحن الآن نحاول أن نأخذ بعض من المستشفيات وننشئ وحدات للعلاج لعلاج السمنة في هذه المستشفيات، وتكون مرجع فيما يخص هذا العلاج بالنسبة لكل الوطن.